ابتكر طلاب هولنديون من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا سيارة كهربائية تمتص الكربون، وتعد وفقا لهم من أكثر السيارات استدامة في العالم في الوقت الحالي، إذ أنها تسير في ظل انعدام الانبعاثات. وتم ابتكار هذه السيارة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أثناء مرحلة التصنيع وأثناء استعمالها، وصولا لمرحلة إعادة التدوير، حيث أن الهدف النهائي لها هو إيجاد مستقبل أكثر استدامة. يوجد في مقدمة السيارة فلتران من الكربون يصفيان الهواء في أثناء قيادة السيارة. تعمل هذه السيارة المبتكرة بواسطة الكهرباء، وهي من أكثر السيارات استدامة لوجود عدد من البطاريات القابلة للتدوير في نهاية عمرها الافتراضي. إنها تعمل بالكهرباء بالطبع، إنها مستدامة، يمكن إعادة تدوير بطارياتها بنسبة 95%. وقد طبعت التكنولوجيا لخدمة ابتكار هذه السيارة عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من البلاستيك المعاد تدويره، كما أن ألواح الهيكل مصنوعة من البوليكربونات مع ألياف زجاجية لتقويتها. نأمل أن يتم تبنيها بالكامل من بعض مصنعي السيارات، نحن جميعا سنشترك بمساعدتهم بالطبع. هذه السيارة هي السابعة التي يطورها الفريق في سياق خطته للمضي قدما نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتقديم الإلهام لمنتجي السيارات لتبني مثل هذا النوع من الصناعة وتقنياتها وابتكاراتها، وتوظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا الموجودة بالفعل بهدف التقاط الكربون والانبعاثات. نحن موجودون الآن منذ 10 سنوات، وفريقنا مهتم بمستقبل التنقل بالسيارات. هدفنا النهائي إيجاد بيئة حاضنة أكثر استدامة. تقريبا لا تصدر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ثاني أكسيد الكربون أثناء تشغيلها مقارنة بالمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق، ولكن إنتاج خلايا البطارية يمكن أن يؤدي إلى كثير من التلوث الذي يمكن أن يستغرق عشرات الآلاف من الأميال من المركبات الكهربائية لتحقيق تكافؤ الكربون مع نماذج مماثلة تعمل بالوقود الأحفوري. ولترويج ابتكارهم هذا يستعرض الطلاب سيارتهم في جولة ترويجية في الولايات المتحدة في الجامعات والشركات، أملا في وصول منتجهم إلى أكبر قطاعات ممكنة. وللمزيد عن هذه السيارة ينضم إلينا من بيروت مصطفى رعد، الباحث والمختص في مجال البيئة والتكنولوجيا. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور. أهلا بك. بما أنك مختص بالبيئة وبالتكنولوجيا، لو توصف لنا هذه السيارة وأهميتها إن كان من الناحية التكنولوجية أو البيئية. طبعا هذه ليست السيارة الأولى التي يتم اختراعها من جامعة أيدنهوف في هولندا، ولكن كان لهم اختراع سابق وهي سيارة تعمل بالطاقة الشمسية. عمليا هذه السيارة الأهم فيها هو الفلتر الذي يعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج عادة من السيارات المحيطة بها، وهي تعمل بكفاءة. وأهم ما في هذه السيارة أن إنتاجها يعني لم ينتج أي نوع من غازات ثاني أكسيد الكربون خلال مرحلة التصنيع، وهذا عكس ما يجري في تصنيع سيارات التي تعمل على الديزل وعلى البترول. يعني هل نفهم بأن موضوع هذه العملية، عملية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، هو في عملية التصنيع، وخاصة عندما نتحدث بأن هذه السيارة هي سيارة كهربائية تعتمد على بطارية؟ نعم، لا يوجد هناك أي إنتاج لغاز ثاني أكسيد الكربون خلال مرحلة التصنيع، لأن معظم هذه المواد هي مواد بلاستيكية معاد تدويرها، وهذه نقطة إيجابية على الصعيد البيئي، لأن عادة تصنيع السيارة، تصنيع كل سيارة في أمريكا أو في أي دولة أوروبية يستهلك حوالي 14.6 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل سيارة، ناهيك عن أن هناك حوالي 1.5 مليار سيارة موجودة في العالم حاليا. فهذا الأمر يوعد بمستقبل جدا واعد بما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية لتخفيف الغازات الدفيئة التي تخرج إلى الغلاف الجوي.
زميلتنا هنادي مهتمة بموضوع السعر، وخاصة يبدو أنه السيارة عجبتها. صحيح. شو ممكن موضوع السعر؟ أنا دايما بحب حارب البيئة، وبعدين كمان بدي أسأله أنه هل هذه السيارات التي تخترع وتستعمل في الدول الأوروبية الباردة نوعا ما، هل هي مؤهلة للاستعمال في الدول العربية والخليجية ذات الحرارة المرتفعة؟ عمليا هناك تجربة سابقة بما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وهي سيارات تسلا التي تعمل كليا على الطاقة الكهربائية، ولكن طبعا سعرها ليس رخيص، فهي تبلغ بحوالي 100,000 دولار أمريكي، وهي سيارات طبعا يعني تحتاج إلى أشخاص يستطيعون على دفع تكلفتها الأساسية وصيانتها، لأنها لا يوجد محرك ديزل فيها، ولكن هناك عدد من البطاريات الليثيوم التي تحتوي على كميات كبيرة من الطاقة، ولكن إنتاج هذه البطاريات يكلف البيئة ضررا كبيرا، وتحديدا في عملية استخراج مادة الليثيوم والكوبالت من الجمهورية الكونغية في أفريقيا، وهذا يتطلب المزيد من إنتاج الفوسيل فيوز أو يعني إحراق الوقود الأحفوري من أجل إنتاج هذه البطاريات. نعم، شكرا لك من بيروت مصطفى رعد، باحث ومختص في مجال البيئة والتكنولوجيا.